سريعا عشان جاء فنيه سريعا. فلما نقول في البطولات اللي راحت على الهلال اللي خسرها اوراوا الاولى وسيدني وكانت ذهاب واياب، رغم كذا والفرق اضعف من الهلال بكثير، رغم كذا فازوا على الهلال. اذا العبره كلها ناخذها في البطوله الاخيره اللي حققها الهلال والعمل الكبير اللي قامت فيه الاداره وقام فيه الجهاز الفني بالتاكيد. النقطه الفنيه اللي بتكلم عليها تحديدا، الهلال حيستحوذ 100% في المباراه، وهنا مباراه واحده طبعا، بنتكلم عن مباراه واحده نهائي ما هي زي العاده. المشكله فين اللي بتواجه الهلال، يمكن بتصير في الدوري ايضا واللي رازفان اشدنا فيه كثيرا في البطوله اللي حققها الهلال الاخيره، كان الهلال هو مستحوذ، الفريق الاخر في لاعب او لاعبين انتظروا الهجمه المرتده، كان دفاع الهلال مسيطر عليهم سيطره تامه، يعني كان تكتيك عالي من المدرب. حتى لو نذكر المباراه النهائيه يمكن ولا فرصة للفريق المنافس للهلال، ولا فرصة نتذكر، يمكن خلاص كل يحاولوا يلقوا لاعبين الهلال واقفين صح، المان تو مان أو مسافة المترين ثلاثة عشان اللاعب يسبق. هذه الآن الهلال يجب أن يشتغل عليها بقوة. المشكلة في شيء الهلال يمكن بعض القلق أنه حيلعب طبعا جيانك كمدافع وغياب البليهي بسبب كروت، هنا في قلق، بعض القلق من جمهور الهلالي او متابع السعودي على الفريق الهلالي من هذه الناحية. لكن تكتيك المدرب هو المفروض اللي يكون طاغي في هذه النقطة. الهلال التنوع الهجمات طبعا هجوميا مهم جدا لتفك التكتلات، والحرص على الهجمات المرتدة انه دائما ما في مجال. لو اخر شيء لو تذكر سيدني هجمه واحده جاب جول، وراوه في المره الاولى هجمه واحده جابوا جول، وبالتالي ما تخلي نص هجمه تعدي، والهلال ان شاء الله بطل اسيا القادم.